برضو خبر تاني الحقيقة برضو من فوائد السوشيال ميديا كلها. في دراسة اتعمل لها شير قوي جدا على الفيسبوك الأيام اللي فاتت دي، حابة أعرضها عليكم. إن هي عبارة عن تحليل لشخصية الست بعد ما بتنفصل عن أو زوجها أو خطيبها، عامة الانفصال بعد العلاقة العاطفية. قالوا إن الست بتتأثر جدا 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 وعامة ما بتخرجش بره شخصيات معينة. أول نوع من الشخصيات دي الدراما كوين، ودي شخصية منتشرة جدا الأكثر شيوعا طبعا، ودي بتقلب معاها نكد طول الوقت وفي أي مكان. النوع الآخر هي عدوة الرجل، وطبعا دي بتبقى شايفة ان ده شيء طبيعي جدا ان هي تبقى عدوة لكل الرجال. في الباحثة عن الحب، ودي نوع بقى لطيف جدا عنده يقين ان هو مش هيقدر يعدي ابدا التجربة دي الا اذا لقى حد تاني او قصة حب جديدة يدخلها، وعادة دي بتبقى غلطة عمرها. عندنا بقى محطمة قلوب الشباب، ودي اللي بتقرر انها تنتقم من جنس الذكور كلهم وعادل ينتقم، يعني هي خلاص قررت ان اللي اكلته وز وز هتطلعه بط بط زي ما بنقول. واخر واحدة دي الحكيمة صاحبة الخبرات، وده نوع نادر جدا لان صعب قوي الستات تفصل مشاعرها، وده حقيقي يعني الستات في اوقات كتيرة جدا ما بتعرفش ان هي تفصل مشاعرها بشكل جيد وتعرف امتى ان هي تقرر تدخل علاقة او ما تدخلش، او هي حاليا مستعدة ليها او لا. وبغض النظر ان احنا برنامج نسائي وبندافع عن الستات، بس لازم نقول اللي لينا واللي علينا. تعالوا نشوف معاكم تقرير دمه خفيف شوية لشاب اسمه مهند. مهند قرر ان هو يشطب شقته بنفسه توفيرا للنفقات، والاسعار النار اللي موجودة دلوقتي كأنه بيقول هتجوز.